المفكر المسرحي الكبير الدكتور سامح مهران، كاتب ومخرج ومترجم وأكاديمي، يقدم أعماله للمسرح المصري لأكثر من ربع قرن. حصل على ليسانس اللغات الشرقية ودبلوم الترجمة من جامعة القاهرة، وعلى الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للنقد الفني. عمل أستاذاً للدراما وعلوم المسرح، ورئيساً لقسم الإعلام التربوي بكلية التربية، ثم مستشاراً لرئيس جامعة القاهرة للفنون، كما عمل مستشاراً بمحكمة القيم لثلاث دورات بقرار جمهوري. شغل منصب مدير مسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. شغل منصب رئيس أكاديمية الفنون في الفترة من 2009 حتى 2014، وخاض معركة الأكاديمية ضد سيطرة الإخوان على الثقافة. اختير رئيساً للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيساً لمهرجان المسرح المعاصر والتجريبي. حصلت مسرحياته على العديد من الجوائز في مصر ودول العالم، ونال جائزة التأليف الأولى من المجلس الأعلى للثقافة عن مسرحية ست الحسن، ووسام الاستحقاق من دولة الجزائر. عرضت له مؤخراً مسرحية هاملت بالمقلوب، وله في معرض الكتاب سبع مسرحيات جديدة من أعماله المسرحية: طفل الرمال والطوق والإسورة، التي فازت بالجائزة الأولى بالمهرجان التجريبي، والاستجواب، وأيام الإنسان السبعة، وتامر حباك عوضين، والسرقة الكبرى، ومين ياكل أبوه، ومسرحية المراكبي التي ترجمت إلى الإنجليزية والدنماركية وعرضت في البلدين. وللدكتور سامح مهران العديد من المؤلفات والدراسات في نظريات المسرح واتجاهاته المعاصرة، منها مسرح توفيق الحكيم، المسرح بين الإبداع والتلقي، الجسد في نظريات الإخراج المعاصر، ما بعد الحداثة، البعد النقدي، النقد النسوي للمسرح، والدراما الإغريقية، لحظة تجاوز، ومسرح الحرب الإسرائيلية.